النمسا ترفع التأهب الأمني بعد هجوم موسكو الدامي. ارتفاع في نسبة الأجانب المتسببين بجرائم في النمسا. مصنع أوبل يغلق في فيينا بعد 42 عاماً بسبب السيارات الكهربائية. فيينا تلغي عقد مزود خدمة إيسكوتر بعد 11 ألف مخالفة. ومتعاملو فيينا للطاقة يستردون ما يصل إلى 275 يورو. اعتقال 4 نمساويين في مظاهرة ضد الإجهاض في تيرول. أسعد الله أوقاتكم وإلى حضراتكم نشرة أخبارنا وفي تفاصيلها. أعلن وزير الداخلية جيرهارد كارنر عن زيادة التواجد الأمني خلال عيد الفصح بسبب مخاطر الإرهاب المرتفعة، وذلك عقب هجوم موسكو الذي أدى لمقتل ما يصل إلى 140 شخصا. ورغم عدم وجود تهديدات محددة، قيمت إدارة حماية الدولة وجهاز المخابرات تصنيف مستوى الخطر على أنه مرتفع، مما يستدعي تشديد الإجراءات الأمنية، ولذلك سيتم نشر المزيد من رجال الشرطة في أماكن الاحتفالات والأسواق بهدف ضمان السلامة. وأكد الوزير أن الشرطة ملتزمة بحماية المواطنين وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لذلك. كشفت إحصائية الجرائم لعام 2023 عن ارتفاع البلاغات بنسبة 8% إلى أكثر من نصف مليون جريمة، وحل أكثر من نصفها أيضا. وأظهرت الإحصائيات ارتفاع نسبة المشتبه بهم غير النمساويين حيث بلغت 45%، وتصدرت رومانيا القائمة ب 18,000 مشتبه به، تلتها ألمانيا وصربيا وسوريا والمجر وتركيا، ثم سلوفاكيا وأفغانستان والبوسنة وكرواتيا. فيما أعلن وزير الداخلية كارنر عن خطة لمكافحة جرائم الأجانب، منوها أن بعض الجنسيات ملفتة للنظر. أعلنت شركة ستيلانتس مالكة علامة أوبل للسيارات عن إغلاق مصنع فيينا في الصيف بعد 42 عاما من العمل. ويعمل حاليا حوالي 220 شخصا في الشركة، حيث سيتوقف الإنتاج في يوليو، وسيبقى حوالي 60 شخص لدعم الإغلاق المنشأة والمهام الإدارية وتسريح باقي الموظفين. ويأتي هذا الإغلاق بسبب انخفاض الطلب على نوع معين من ناقلات الحركة اليدوية وتفضيل السيارات الكهربائية، وقد يتم تحويل الموقع لحديقة. ألغت مدينة فيينا عقدها مع شركة لخدمة إيسكوتر لتراكم 11 ألف غرامة بسبب ركن الدراجات بشكل غير قانوني. وفي الوقت نفسه انسحبت شركة مزود آخر بشكل طوعي، تاركة شركتين في السوق، ولم تفي الشركة بالتزاماتها مما أدى لفسخ العقد وفقا لرئيسة MA65. وتواجه الشركة سجل مخالفات طويل بسبب عدم إزالة الدراجات بسرعة ونشر أكثر من العدد المسموح به في المدينة، وبالتالي بقيت شركتي لايم وفوي فقط في السوق حاليا. أعلنت شركة فيينا للطاقة عن اتفاق مع جمعية المعلومات للمستهلكين لاسترداد أموال مئات الآلاف من عملاء الكهرباء والغاز. وسيحصل المتعاملون على مبلغ متوسط يبلغ 275 يورو، حيث يشمل الاتفاق جميع متعاملي تعريفة أوبتيما بغض النظر عن تحويلهم أو اعتراضهم على التعديلات. وكانت الشركة قد قامت بتحويل العقود تلقائيا، مما دفع الجمعية لرفع دعوى. فيما أعرب وزير حماية المستهلك راوخ عن سعادته بالاتفاق، مؤكدا على أهمية حماية حقوق المتعاملين. قام عدد من الأشخاص بمهاجمة مظاهرة ضد الإجهاض في إنسبورغ، ما أدى إلى اعتقال 4 أشخاص. وتجمع حوالي 200 شخص في ساحة الكاتدرائية للتعبير عن رأيهم في الإجهاض ظهر يوم السبت، فيما حاول البعض تعطيل المظاهرة رغم وجود 80 عنصر شرطة فيها، وما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة وإصابة شرطيين بجروح طفيفة. وتم اعتقال 4 نمساويين من بينهم رجل وامرأة
بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة، وتم تحرير العديد من المخالفات في المظاهرة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا مشاهدينا تحميل تطبيق إنفوغراد على هواتفكم. أطيب الأوقات، إلى اللقاء.